ده حكم دخول. اما دخوله بقى للصلاة هيصلي ايه؟ أن يحضر غير المسلم صلاة جنازة مسلم داخل المسجد لا بأس. كذلك نصارى نجران وكذلك جبير بن مطعم رضي الله عنه ما سبب إسلامه؟ Laki-laki yang duduk di samping istri Syekh Panji itu adalah seorang non-Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, di video ini saya akan merespon komentar teman-teman di video saya sebelumnya tentang fakta terbaru salat Id di pesantren Az-Zaitun yang kemarin sempat viral. Bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan bisa ditonton di sini. Nah, di video itu ternyata banyak komentar yang masuk. Dan salah satu komentar yang paling banyak ditanyakan adalah, Ustaz, bagaimana sih hukumnya non-muslim yang masuk masjid bahkan ikut sholat seperti di video yang viral itu? Apalagi ternyata di video itu, laki-laki yang duduk di samping istri Syekh Panji itu adalah seorang non-muslim. Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video penjelasan dari para ulama Timur Tengah. Dan di akhir video, seperti biasa, saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Kulil masjid lighir muslim wa salatil janazah fih. Ana zakart min hadisi wa ana bakkalim ala ikhtilaf al-fuqaha. إن الفقهاء اختلفوا في حكم دخول غير المسلم المسجد، والسبب إيه؟ قال السبب قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل الآية دي خاصة بالمسجد الحرام؟ وهل الآية دي خاصة بالمشركين اللي كانوا موجودين في عهد الرسول؟ ولا هي عامة؟ وإذا كانت عامة يبقى للمشرك بس ولا لغير المسلم مطلقا؟ طيب نعمل إيه مع الآية الأخرى اللي ربنا بيقولنا فيها وإن أحد من المشركين استجارك فأجره؟ يعني لو واحد جالك مداخل ما تقولوش لا أنا مش هستقبلك، استقبل. كمان نعمل ايه في الحديث اللي رواه الطحاوي وقال ان سيدنا رسول الله استقبل وفد ثقيف في المسجد وامر فاقيمت لهم قبة في المسجد، يعني اقامة دائمة في المسجد يوم يومين ثلاث ايام مدة الضيافة. نعمل ايه مع هذه الاحاديث؟ هذه الاحاديث الوردة في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين في المسجد والآية القرآنية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فدل على استقباله في بيت الله. وأيضا الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فماذا نفعل مع تلك الأدلة؟ المسألة بريحكوا فيها وأقول لكم إن الفقهاء السابقين قاتلوها بحثا إلى ثلاث آراء. الرأي الأول قال به الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنبلة، قالوا من حق غير المسلم إنه يدخل بيت ربنا لأن ده بيت ربنا، وربنا لمين؟ ربنا للكل. قل أعوذ برب الناس. بيت ربنا مفتوح لكل الناس زي ما قرآن ربنا نازل لكل الناس. انت ليه بتقف عزول بين الانسان وبين ربه؟ مالكش دخل. هذا مذهب الحنفية، واستدل بهذه الادلة اللي احنا ذكرناها ووجه الادلة الى تقوية وجهة نظره. المذهب الثاني مذهب اكثر الشافعية واكثر الحنبلة، قالوا يدخل بس باذن، يعني باذن مين؟ قال بإذن الناس اللي في المسجد. ليه؟ قال لأنه لو دخل غير المسلم المسجد وبدون إذن فربما يسيء الظن فيه ويقولوا داخل يضربنا ولا داخل يشتمنا، فإحنا لازم يستأذن، ولو استأذن يبقى استشعروا بدخوله بأمان وليس بدخوله داخل قهرا عن الناس. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث المالكية وأخذ به الظاهرية، قالوا لا مش من حقه يدخل المسجد. ليه؟ قال إنما المشركون نجس. لكن المذاهب الثانية ردت
وقالت المقصود بالنجاسة النجاسة المعنوية وليست النجاسة المادية، لأن غير المسلم بني آدم وبتشطف وبيطهر وبيزيل الضرر من عليه. إن الفطرة السوية بتستلزم على كل بني آدم إنه ينظف ثيابه. فأصبح عندنا ثلاث مذاهب، لكن مع ذلك المذهب المالكي ومذهب الظاهري معترفين بأن ما فيش حاجة اسمها حرام مطلق، ما فيش حرام مطلق. فقالوا هو حرام في نظرنا، بس لو احتاجنا له زي كهربائي ولا خبير أصوات وداخل عشان يصلح الميكروفون في المسجد، ولا داخل من أجل خدمة وإحنا محتاجينه، قال ما فيش ما يمنع. إذن المذهب المالكي ومذهب الظاهري ما منعش في المطلق، وإنما منع إلا لحاجة. باقي المذاهب قالت يجوز، ده حكم دخول. أما دخوله بقى للصلاة، هيصلي إيه؟ هو صلاة الجنازة صلاة ولا صلاة الجنازة دعاء؟ صلاة الجنازة عند أكثر أهل العلم دعاء، ولكن مع ذلك لها شبه بالصلاة، وعشان كده أكثر الفقهاء قالوا لازم يكون اللي هيصلي متوضي، أو لو ما قدرش يتوضى بيتيمم. إذن ما تنفعش صلاة واحد غير طاهر. لكن مع ذلك ذهب بعض أهل السلف إلى وبعض الفقهاء إلى مشروعية الصلاة على الجنازة بدون وضوء. ليه؟ وبدون تيمم. قال لي إنها دعاء أصلا، هي دعاء بنقول يا رب اغفر له يا رب ارحمه، والدعاء يصلح من الطاهر وغير الطاهر. لكن غير المسلم لو دخل ودعا هو مين يمنع دعائه؟ ده المذهب الظاهري بالمناسبة أجاز في الاستسقاء دعوة غير المسلمين للاستسقاء. عارفين الاستسقاء؟ الاستسقاء ان احنا بنصلي ركعتين لله وبنقول يا رب المطر ما بينزلش من السماء والارض هتموت والزرع هيتلف، فيا رب انقذنا يا رب بشوية مية. الدعاء ده اللي كان فيه صلاة الجنازة قال الإمام ابن حزم الظاهري ايه اللي يمنع من دخول غير المسلمين فيه؟ أن يحضر غير المسلم صلاة جنازة مسلم داخل المسجد لا بأس، أن يأتوا إلى مساجدنا ليشهدوا معنا يعني صلاتنا لا بأس بهذا، لعل هذا مما تتألف به قلوبهم على الإسلام ومما يعرفون به على بعض شعائره. بل لو أرادوا أن يشاركوا في صلاتنا فلا حرج، لكن يقفون في صف مستقل أو في نهايات الصفوف حتى لا يقطعوا الصف المسلم. بارك الله فيكم. لغير المسلمين يدخلوا ليروا الناس، لكن حتى بعضهم يصعد هذا، يعني أن يدخل بعض النساء غير محتشمات أصلا لكن يقول نقبلهم هذا لكي يروا الإسلام، هل هذا صحيح؟ والله هو الأمر يدور مع المصلحة. يعني إذا كانت المصلحة راجحة في دخول هؤلاء، فقد سبق الكلام أن ثمامة رضي الله عنه ربط في المسجد أياما ثلاثة، كذلك نصارى نجران، وكذلك جبير بن مطعم رضي الله عنه. ما سبب إسلامه؟ جاء في فداء أسرى بدر، حديث في البخاري، قال فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس المغرب فقرأ سورة الطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي يطير. يعني هذا الرجل أول ما وقع الإسلام في قلبي من هذه التلاوة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأن المسجد ما في مانع أن الكافر حتى لو كان تأتي نساء غير محتشمات، حتى لو كان نساء غير محتشمات يكون يمكن أن يكون لهن مكان في مؤخرة، مثل مكان النساء الطبيعي عند المسلمين. أي نعم، في مؤخرة المسجد يسمعنا القرآن. أنا رأيت في بعض الفيديوهات رجل في إسبانيا دخل في متجر وهناك يعني قرآن يتلى، فالرجل يعني دمعت عيناه وسأله الناس يعني هل تفهم شيئا؟ قال ما أفهم شيء. لكن نعم، يعني سبحان الله، للقرآن سلطان على القلوب. نعم. Jadi ada dua perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pandangan adalah rahmat dari Allah.
Nah, bagi ulama yang membolehkan, mereka berdasarkan pada dalil Al-Qur'an, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajir. Jika ada salah seorang misalnya dari orang-orang musyrik yang meminta bantuan, meminta perlindungan, maka bantulah dia, lindungilah dia. Nah, boleh jadi dengan bantuan tersebut dia bisa mendengarkan firman-firman Allah. Dan begitu pula kisah Islamnya Jubair bin Mut'im. Ketika beliau masuk masjid, dia melihat Nabi memimpin salat maghrib di tengah para sahabat. Dan beliau mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi, dan akhirnya beliau masuk Islam. Dan juga banyak kisah-kisah lain yang disebutkan tadi oleh para ulama. Nah, itu bagi madhab yang membolehkan. Tapi ada juga madhab yang mengharamkan, seperti madhab Malikiyah dan juga madhab Zuhiriyah. Nah, meskipun keharamannya ini tidak berlaku secara mutlak, tapi tergantung kondisi, tergantung maslahat, tergantung keperluannya. Kalau perlu, silahkan. Kalau tidak perlu, jangan. Nah, oke. Okay. Demikian video kali ini, teman-teman sekalian. Semoga ini bisa menjadi referensi agar kita bisa lebih bijak lagi dalam beragama. Dan tentu, dari video ini, saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian untuk saling menghargai, saling menghormati, tanpa harus menjelekkan satu sama lain. Sebagaimana semangat dari channel ini, salam harmoni. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman lain. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wallahul hadi ila surati mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.